السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم، التلفاز هذا من نوع MGS32 بوصائل ODI بمشكل التلفاز فاصل باور. قال لي صاحبه بأنه أراد تشغيله فسمع صوت فرقعة في داخل التلفاز، فتحت التلفاز فوجدت هذه لوحته، فوجدت بأنه موجود هنا أثر للاحتراق هنا بالضبط. لاحظوا هذا بالتأكيد صادر من هذه المقاومة، لأني فحصتها وجدتها يعني فاصلة. أيضا الفيوز محترق وهذا المصفط هذا محترق. إذا نأخذ المالتيميتر، لاحظوا هذا فيوز، عندما نفحصه لاحظوا فهو فاصل. إذا هذه المقاومة أيضا المفروض أن تعطي جرس عند الفحص، لاحظوا لا تعطي شيء. أيضا هذا المصفط فهو محترق، يعطي جرس على هذا الشكل، يعطي جرس بين السورس والدرين والجيت. لا، الجيت مع السورس يعطي القراءة على كلتا الجهتين. إذا سوف أقوم الآن بإزالة المصفط وأقوم بتعويض الفيوز وأرى أفحص الآي سي المذبذب، أتأكد منه. إن كان سليم سوف أقوم باستبدال المصفط وهذه المقاومة هذه، وإن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذن كما تلاحظون المصفط تالف، إذن أقوم بتعويض الفيوز. جيد، علينا أيضا التأكد من الديود هادو. يعطي قراءة، إذا قلبت قراءة سليم. هذا سليم أيضا، هذا سليم وهذا أيضا. أيضا سأزيل هذه المقاومة هذه وأقوم بتعويضها. هذه هي، لاحظوا هي منفجرة وخلفت هذا السواد هذا بطبيعة الحال. إذا سأقوم بتعويضها، سأركب بدلها هذه، سوف تشتغل مكانها بشكل جيد. لاحظوا الآن سأوصل اللوحة بالكهرباء. بسم الله. إذا سأفحص الآن هذا على السالب هذا، وهنا مكان درين المصفط لاحظوا موجودة 300 فولت. جيد، الآن سوف ننتبه إلى جهد البدء، هل داخل للآي سي هذا المذبذب هذا، وجهد البدء مسؤول عنه هما هاد المقاومات هادو. لاحظوا لو فحصنا هنا يعطي 105، من الجهة الأخرى 50 فولت. إذا هاد 50 فولت هادي الجهة الأخرى، لاحظوا هنا لا يوجد جهد، رأيتم هنا موجود لاحظوا في هاد المقاومة 50 فولت، في الجهة الأخرى لا يوجد، هاد المقاومة متصلة مع هاد الديود هذا، لاحظوا لا يوجد جهد. وأيضا هذا المكتف هذا الدايود هذا
المفروض ان نجد هنا جهد البدء، لاحظوا غير موجود، او في بعض الباور سبلاي لا نجد جهد البدء متصل مباشره مع الديود الذي متصل مع الملف في المحول الذي يغذي الاي سي، لا نجده متصل مع جهد البدء، ولكن لاحظوا هنا المفروض ان يكون جهد، اذا 50 فولت في الجهه الاخرى غير موجود، فهمتم؟ اذا سافصل الكهرباء هكذا، احول المالتيمتر الى وحده فحص الديود والجرس على هذا الشكل، اوصل سالب المالتيمتر هنا مع الارض ديال الباور سبلاي، افحص هنا، رايتم موجود قصر، رايتم، وهذا القصر هذا هو الذي يجعل لا يجعل الجهد يعني يكون هنا موجود فقط هنا، اذا هنا موجود قصر، ربما يكون حتى الاي سي، هذا الاي سي هو سبب القصر، لان لاحظوا في هذا المكتف، هذا المكتف متصل هو الخاص يعني بجهد البدء متصل مع الاي سي، عليه قصر، اذا القصر اما يكون في هذا الاي سي وغالبا او يكون هذا الديود هذا، لن سوف اقوم بازالة هذا الديود هذا، لقد رفعته على هذا الشكل، افحص من جديد، بقي القصر قائم، اذا هذا الاي سي على ما اعتقد ساقوم بازالته الان وارى، إذا سأفحص من جديد، لاحظوا لقد اختفى القصر، رأيتم؟ إذا الآي سي هو سبب هذا القصر هذا، سوف أبحث عندي لأرى إن كان متوفر عندي، سأقوم باستبداله هو والموسفيت فأتابعه، لم أجد الآي سي، وأيضا اكتشفت شيء، لاحظوا هذه مقاومة محترقة، أيضا هذا الترانزستور فحصته محترق، وهذه المقاومة أيضا محترقة، إذا سوف أقوم بالخطة البديلة وهي بتركيب هذا الآي سي، هذا آي سي الباور 5L0556R، هذا سوف أقوم بدمجه، سوف نحتاج إلى آي سي هذا، ونحتاج إلى مقاومة، هذه المقاومة سوف نستعملها لجهد البدء قيمتها 220 كيلو أوم، أيضا سوف نحتاج إلى كاباسيتر هادي، إذا سوف نقوم الآن بتركيب هذه المكونات في هذا الباور سبلاي لكي تشتغل إن شاء الله، إذا سوف أبدأ بتركيب مقاومة جهد البدء هي أول شيء، لاحظوا هذا هو مكان دراين الموسفيت، لاحظوا متصل مع هذا المحول بطبيعة الحال، ولاحظوا هذا البين هذا فهو متصل مباشرة مع موجب المكتف الرئيسي، إذا مقاومة جهد البدء سوف أركبها هنا في هذا البين هذا للمحول، لأن هذا البين متصل مباشرة مع موجب المكتف الرئيسي، إذا أركب المقاومة على هذا الشكل، وهذه المقاومة سوف أقوم بتوصيلها مع ماذا؟ مع هذا الديود هذا، مع هذا الديود، لأن هذا الديود متصل مع الملف
الموجود في المحول المسؤول عن تغذية الاي سي. إذن على هذا الشكل هذا الكاباسيتر هذه سوف أقوم بتركيبها مع الأبتو كابلر هنا. إذ لم نركب هذه المكتفة هذه سوف تشتغل الباور سبلاي بجهد ضعيف أو تشتغل عند إقلاع، يعني تهبط الجهود عند إقلاع التلفاز، يعني تعطيك مشاكل. فلهذا وجب تركيب هذا الكاباسيتر هذه إذن على هذا الشكل. الآن سأركب هذا الاي سي. هذا الاي سي فهو سهل جدا في التركيب بحيث له أربعة أطراف فقط. هذا الأول هذا هو جي ان دي الأرضي، هذا هو الدراين، وهذا هو الفي سي سي، وهذا فيدباك. إذن الجراوند أو جي ان دي سوف أوصله مع الأرضي للباور سبلاي أو مكان سورس للموسفيت هنا على هذا الشكل. إذن هذا الدرين سوف أركبه مكان الدرين في الموسفيت على هذا الشكل. هذا الأحمر هذا هو الفي سي سي سوف أركبه هنا، أوصله هنا على هذا الشكل هكذا. وهذا هو الفيدباك سوف أوصله مع الأبتو كابلر. إذن الأبتو كابلر له طرفان، طرف متصل مع الأرضي والطرف الآخر سوف أقوم بتوصيل معه السلك على هذا الشكل هكذا بكل سهولة. لقد انتهينا. الآن سوف أقوم بالتجريب. اولا سوف ازيل مقاومة جهد البدء هذه، على هذا الشكل. اذا لنجرب، تابعوا. الان ساقوم بالتجريب، ساوصل الكهرباء بسم الله. اذا لمبة ستاند باي هي شغالة. سافحص الجهود هنا في هذا الديود هذا، لاحظوا موجودة 12 فولت بشكل مستقر. في هذا الديود ايضا 24 فولت او 25 فولت، ها هي بشكل جيد. اذا ساضغط على زر التشغيل. اذا الاضاءة الخلفية ها هي مشتعلة. اذا سألقي بنظرة على الصورة. لاحظوا الان التلفاز لقد اشتغل. جيد. طبعا هذا اي سي باور لا ترتفع حرارته، وانصحكم بهذا الرقم هذا فهو يشتغل بكفاءة عالية، وايضا يشتغل مع الشاشات الاكبر حجما. لقد جربته في شاشة 42 بوصة LED، شاشة صينية مثل هذا، لها لوحة واحدة يعني فيها مدموج فيها كل شيء، واشتغلت بشكل جيد. اذا هذا هو. الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، ولا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.